الكومبليكيشن ولو لا قدر الله حصلت هعالجها ازاي؟ طيب خلينا نقول ان احنا الافضل ان احنا تو افويد كومبليكيشنز. عندنا الكومبليكيشنز انا نقيت منهم كام واحده بس علشان وقت المحاضره. اول حاجه اديما اند بروزنج، والصراحه هي مش هي دي اكتر حاجه بتخوفنا، يعني مجرد ان انا مينيمايز مانيبيليشنز او اجريسيف مانيبيليشن اوف نيدد، ده هيقلل الاديما والبروزنج. انفكشنز دي مسؤوليه الدكتور، نمره واحد ونمره اثنين وثلاثه هي مسؤوليه الدكتور، مسؤول ان هو يبقى كين على ان اخر شاشه طالعه من وش العينه تبقى كومبليتلي ديس انفكشن، وان يبقى منبه على الكلاينت بتاعته ان 48 ساعه بعد الحقنه مفيش لا ميك اب ولا ماسك ولا اي حاجه من اللي هم بيعملوها، ويبقى يا دوبك بس هو السان سكرين اللي مسموح بيه. برضه غلطته انه ما بيتابعش ايد العيانه، احنا دايما العيانين كده ربنا ساعات يرزقنا بواحده تبقى قاعده بايديها شويه ومنلها شويه، دي اللي بتبقى ملاحقه الدكتور، دي بتبقى مشكله يعني. فالانفكشن احنا قلنا اولا واخيرا هي مسؤوليه الدكتور. جرانيولوما الحمد لله ما بقيناش نشوفها، وكانت بتظهر بعد الحقنه بمده، يعني ممكن تظهر بعد الحقنه بسنه واثنين، لكن افتكر ان التكنولوجي لتصنيع الفيلرز دلوقتي ما عادتش بتبين لنا قوي كومبليكيشن زي الجرانيولوما. البوابه بتاعنا هي الفاسكولار اوكلوجن، والفاسكولار اوكلوجن هو ده اللي هياخد معانا بقى وقت في الكلام الفتره الجايه. علشان تو افويد فاسكولار اوكلوجن لازم يبقى في كذا حاجه في دماغي قبل ما ابتدي احقن. اناتومي اند فاسكولار سبلاي فيس، كانيولا ولا نيدل، استخدم مين فيهم؟ دايركشن اوف انجكشن، اسبيريشن، ثريدنج ولا بولس، وسلو انجكشن. طيب خلونا نبتدي، بس هنبتدي من الاخر، يعني سلو انجكشن. سلو انجكشن مهمه جدا، لان لو لا قدر الله انا دخلت في اليومن يبقى لازم الحق نفسي، انا عيني على سايت اوف انجكشن، وانس حصل بلانشنج يبقى لازم بوقف وابتدي الحق نفسي قبل ما اكمل الاوكلوجن اللي بيحصل. الحاجه الثانيه لو انا عندي الاوبشن ان اختار ثريدنج ولا بولس، لا اختار ثريدنج. البولس للاسف ممكن تعمل اوكلوجن حتى لو انا مش انترا ليومنال، يعني ممكن ابقى اكسترا ليومنال واعمل لارج بولس فتعمل لي اكسترا ليومنال اوكلوجن. فلو انا عندي تو اوبشنز لا يبقى اختار ثريدنج، ولو ما عنديش الاوبشن ده وانا فعلا عايزه اعمل بولسز يبقى اعمل ماني او سمول بولسز، ومع المانيبيليشن هتتفرد. الحاجه اللي بعد كده الاسبيريشن. الاسبيريشن واحسن مثال ليها ان انا في البايريفور، يعني بشوف دايما زمايلنا في بدايه الحقن لما بيجوا يحقنوا واقول لها انت هنا هتحقني على البيري اوستيوم، اول ما بتبقى تاتشنج البيري اوستيوم بتتخبط، فبتقوم رافعه النيدل شويه، وانس رفعت هي بقت في ليفل تاني. يبقى لو جت عملت اسبيريشن انا في الوقت دوت هيديني فول سنس اوف سكيورتي، يعني حضرتك بتعملي اسبيريشن في ليفل وهتحقني في ليفل تاني. اللي بيحصل انها بتبتدي تصحح نفسها تاني وتدخل على البيري اوستيوم، فاحنا عملنا اسبيريشن في ليفل وعملنا انجكشن في ليفل تاني. فلو حضراتكم تفتكروا واحنا في امتياز كنا ماشيين بالسرنجات في البيت كده عمالين نجرب في البرتقان والمخدات والحاجات دي، انا عايزاكم تعملوا كده بقى في السرنجات، ان انت تبقي معوده ايدك انك تبقي ستيبل وانت بتعملي اسبيريشن، ما تحركيش نفسك من الليفل اللي انت هتحقني فيه. دايركشن اوف انجكشن، لو انا قلت لحضراتكم واحنا بناخد السامبل للبي ار بي ان انا باخد السامبل كده، يعني انا اتجاهي بيبقى بارلل للفيسل للفين هنا،
سهل انك تجيبيه بالمنظر ده، لكن لو قلت لحضراتكم انا هاخد السامبل وانا بيربنديكولر على الفين مش هعرف. هو ده اللي انا عايزه اعمله وانا بحقن النيزوليبيال، وده اكبر مثل ليها. انا لو دخلت مع البلاد فلو انا سهل جدا ابقى انتراليومينال، لكن لو قلت لك انا عايزه ادخل بيربنديكولر كده حتى لو دخلت انتراليومينال انت معدي الناحيه الثانيه مش هتعرف توصل للايه للفيسل. فيبقى انا اسهل طريقه او امن طريقه في حقن النيزوليبيال اني ما امشيش مع البلاد فلو، امشي بيربنديكولر عليه. طيب اختار كانيولا ولا نيدل؟ خلونا نتفق ان الكانيولا هي سيفر. وهنا الكانيولا ليه سيفر؟ لانها بلانت اندد. الحاجه الثانيه انها ماليبل، يعني هقدر احاور بيها الفيسل، مش لازم ابقى داخله وانا انسيستد اني داخله جوه اليومن. امن كتير. ازاي اختار الكانيولا؟ انا بيجي لي الكانيولا فيها رقمين، طول وجيج. الطول خلونا نقول ان الطول بيعتمد انا هدخل بيها فين. يعني لو انا واقفه عند سيكي 2 مثلا وعايزه اجيب تير تراف بس، يبقى انا ممكن اختار كانيولا قصيره، دي هتبقى مور كنترولبل، هقدر اتحكم فيها اكتر. لكن لو انا عندي هقف هنا وهبتدي اجيب كذا سايت، لا يبقى اختار كانيولا اطول. يبقى انا عندي اخد 50 ملي 60 70 على حسب انا ناوي ادخل لحد فين. طيب بالنسبه للرقم الثاني هو الجيج. الجيج ده رقم 100 على الرقم ده عشان افهم دي الدايمتر بتاعها واسع ولا ضيق. يعني مثلا 100 على 18 الناتج بتاعها اكبر من 100 على 30، يبقى 18 هي الاوسع. يبقى معنى كده ان انا اقدر اشتغل بيها بالبرودكت الثقيله الجين برايم العالي، يعني دي اللي اقدر احقن بيها حاجات الاوجمنتيشن واقدر ادخل بيها في ديبر ليفل. بس في نفس الوقت لازم احترم البرودكت اللي جايب لي كانيولا معايا، في بعض الفيلرز تبقى نازله بالكانيولا معايا. يبقى انا لو صعبت عليا العينه واقول لا 18 دي تخينه قوي انا كده هشكها جامد واقوم مشتغله مثلا ب 23 ولا 25، اللي هيحصل ان انت بتبوش الفيلر اجينست ريزيستنس، هتلاقي الفيلر طلع من جناب السرنج، راحت علينا السرنج. لكن اللي بيحصل ان انا بنقي البرودكت سوفت يبقى هاخد كانيولا اضيق، لو تقيل يبقى هاخد كانيولا اوسع. بس اضيق لحد فين؟ يعني لو انا عندي كانيولا 30 لا نيدل، يعني دي ممكن برضو تعمل لي التروما اللي هتعملها لي النيدل. يبقى دي اهم نقطه ان ازاي اختار الكانيولا بتاعتي. اهم نقطه بقى في اللي احنا هنقوله وبقيه المحاضره هي اناتومي اند فاسكولار سبلاي اوف فيس. يعني انا عايزه اعملها احسن على موديل لو امكن. موديل احنا علشان نفهم ادخل في انهي ليفل لازم ابقى عارفه بالظبط الفين سوري الارتري ماشي فين. فلو ابتدينا انا لو انا هدخل من اللاترال، لو انا هنزل من اللاترال كانسس هيبقى الليفل بتاعه كده، هيبقى ده كده الابيض ده واضح حضراتكم شايفينه؟ مش باين؟ مش اي حاجه. طب ممكن نلف السن كده هو المفروض الكاميرا مان يصورها عشان تشوفها. طب انا طب خلاص انا هعمل طب انا هرسم على نفسي. خلاص احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي انا عندي من اللاترال كانسس كده عشان اعرف الكومن كاروتيد هو بيبقى جاي لي كده وهيديني تو برانشز، هيدي الفيشيال وهيدي الاكسترنال كاروتيد.
الاكسترنال كاروتيد هيبقى ماشي تحت اندرنيز البون وهيطلع لي قدام التريجس. يبقى انا لو انا هحقن في الحته دي يبقى لازم اطلع سنتي قدام التريجس قبل ما احط كانيولا او احط نيدل او اي حاجه قدام التريجس في سنتي. طيب هيجي بعد كده الفيشيال وده اللي هيديني هيبقى ماشي في نوتش قدام الميديال بوردر اوف ماسكتر ماسك كليتش على سنانك او معلمه على الميديال بوردر وهنا هنلاقي النوتش اللي نايم فيها الفيشيال. مادام هو ديب على البون يبقى انا لما اجي احقن المفروض احقن ايه؟ سوبرفيشيال. السوبرفيشيال اجيبها ازاي؟ بعمل بنش للسكن وادخل من فوق الفيشيال. يبقى انا اامن حاجه ان انا اخد الفيشيال من السقف بتاعه. لو رحت بقى ميديال رحت لاترال انا من فوقيه يبقى انا مش واخداه في سكتي يبقى انا مش هعوره بمعنى اصح. يبقى انا ماشيه من فوق وادخل بالكانيولا ديب انجكشن يبقى الانتري بوينت سوبرفيشال والانجكشن ديب. هنا بنحب نشتغل بكانيولا علشان هنا بدل انا عايزه حاجه على اختار حاجه بتعمل ليفتنج حاجه بتفضل ماسكه في البول. وانا هقول لكم بعد كده في فيديو هوريكم احنا اشتغلنا باقل سرنجات ممكن تصلح بيها اماكن كتير. يعني عايزين نتفق ان عيادتنا بعد الكورونا حاجه وقبل الكورونا حاجه تانية. يعني اللي بعد الكورونا بتقول لك هي سرنجه واحده بتعمل بيها كل حاجه فيبقى لازم ادخل صح وادي اقل كميه اجيب بيها احسن نتائج. ده لو هدخل من الفيشيال يبقى من الروف بتاعه وبدخل بعد كده الفيشيال بيمشي على الميديال بوردر اوف ماسكتر ماسل وبيجي بعد كده قبل الاورال كوميشر بسنتي ويتقسم الى سوبيريور وانفيريور ليبيال ارتريز. يبقى انا لو ناوي اشتغل بكانيولا احطها في اللبس احطها فين؟ قبل السنتي ده يبقى عند الاورال كوميشر او عند الانجل وادخل بالكانيولا اوجه التروكر بتاعي مره للابر ليب ومره لللور ليب. هنا السوبيريور والانفيريور دول ديب ارتريز يبقى انا لما اجي احقن المنطقه اللي حواليها احقنها ايه؟ سوبرفيشال. الفيشيال بعد كده بيكمل وبيدخل في منطقه النيزوليبيال بيدخل هنا موت وبيجي من قبليها بتوش وسكورس ودوت من رحمه ربنا بينا عشان لما اجي افتح بقي لاي سبب التوش وسكورس دوت بيبقى ماليبل معايا وما يسببش اي مشاكل. بيجي يدخل في الانجيولر بيجي يدخل في النيزوليبيال وهنا النيزوليبيال يبقى لازم احقن عند المنطقه بتاعه البايريفورم ديب انجكشن يعني نايمه على البيري اوستيوم. وهنا النقطه بتاعه الاسبيريشن مهمه جدا زي ما اتفقنا اني هعمل انجكشن واسبيريشن ات ذا سيم ليفل اللي هو على البول. بيكمل بعد كده الفيشيال ويديني الانجولار ارتري وبيدي هنا بقى البرانشز بلاترال اسبكت اوف نوز يدي اللاترال والدورسال نيزال ارتريز اللي بيعملوا انستموزز. واحنا يبقى في الحقيقه في النون سيرجيكال راينوبلاستي اشتغل دايما ميديال للنوز مش لاترالي ابدا. طيب نيجي لحد هنا وبيجي الاكسترنال كاروتيد وبيجي تحت الزيجوما ويدي تو برانشز ترانسفيرس فيشيال وماكسيلري وبرده هنا بيناموا تحت البون. يعني انا لو داخله احقن هنا لازم ابقى على البون على البريوستي. في الحاله دي ادخل بنيدل ادخل بكانيولا مش مشكله المهم ان انا ما احقنش تحت الزيجوما احقن فوقيها. وهنا لما بنيجي نعمل ليفتنج لا بعملها بنيدل انا هنا في السيف طول ما انا على البون زي ما اتفقنا انا في السيف سايد وديت اللي احنا بنسميها الكودز او الدايناكودز. طيب المنطقه اللي قدام هنا بيبقى البعبع بتاعنا اللي احنا بنخاف منه اللي هو الانفيريور اوربيتال ارتري. بس برضو في من رحمه ربنا بيه انه ربنا مغطيه لنا ببون يعني هو جاي لنا من تحت البون هنا. يبقى انا لما اجي ادخل بكانيولا واحنا اتفقنا خلاص ما دام الدنيا هنا ميديال انا هدخل بكانيولا اكتر.
لو داخلة أدخله من اللاترال أسبكت، أكبر غلط إني أدخل أحقن كده سواء بكانيولا أو بنيدل، لأن أنا كده داخلة بيته، يعني هو كده ربنا حميه في كف وأنا داخلة له بيته من تحت، ودي أكبر غلطة. أنا دايما أدخله لاترالي وكانيولا علشان افهم الليفل اوف انجكشن. هنا لو انا عندي هنا فلات شيكس وعايزه اعمل اوجمنتيشن، تعالوا نتفق ان احنا عندنا ببساطه كده تو كومبارتمنتس اوف فات، سوبرفيشال اند ديب. الديب بيبقى هو الشكل ده والسوبرفيشال واحد نفس شكله. لما الديب هو اللي يعمل لي يبقى لوست مع الايجنج، السوبرفيشال ماشي زيه، ده هيبقى لوست وده ساجد وراه. يبقى انا لما احب اصلح فوليوم يبقى لازم احقن ايه؟ ديب، لان هو السبب انه هو اللي بقى لوست، وده تابع، السوبرفيشال ده تابع ليه، زي ما ده خس ده حصل له ساجد. يبقى لما اجي اعمل هنا اوجمنتيشن ادخل ديب واحقن الاول، وبعد كده اقول لها اتحكي. لو حصل كونتورنج وتصلح وبقى كويس خير وبركه، انا مش محتاجه اكتر من كده. لكن لو ابتدى يبقى الكونتورنج لسه مش حلو، يبقى احقن كمان مره ايه؟ سوبر فيش. طيب يجي بعد كده عندنا التير تراف. التير تراف احنا كنا زمان بنعمل منه إديمة وبروزز، يعني ملهاش اول من اخر قبل ما نبتدي نشتغل بالكانيولز. لكن الصراحه اول ما ابتدينا نشتغل الموضوع ما بقاش كده خالص. الفكره ان هنا مش موضوع بروزز وإديمة وبس، لا ده ممكن كمان ادخل في ايفكت اسمه تندل ايفكت. يعني لو انا حقنت سوبرفيشال وهنا دلكت سكين جدا، بتبقى المنظر بايخ، يبقى بلوش وما بيروحش غير لما يتفك، يعني مساج مش ما بيروحش غير لما فعلا نفكه بهايلينز. يبقى انا هنا الانجكشن عندي دي. طيب انا اقدر احدد ازاي هنا الانفيريور اوربيتال فورامين؟ ان ادي الميديال ليمبس على الجزء بتاع الاوربيتال ريم، بنزل من 8 ل 11 ملي وباخد النقطه بتاعتي. يبقى حتى لو انا ناوي اشتغل بنيدل ودوت مش هو الفيرست تشويس، يبقى لازم ابعد عن النقطه دي، يبقى اجي عند الاوربيتال ريم واحقن على البون، بس ازحزح نفسي شويه لاترالي واحقن ميني بوليسز. طيب بعد كده السوبرفيشال الاكسترنال كاروتيد بيكمل سوبرفيشال تمبرال، يبقى من اسمه سوبرفيشال تمبرال، يبقى انا لما اجي احقن التمبلز احقنها هنا. ممكن نتصرف بطريقتين، يا اما احقن بنيدل وزي ما اتفقنا هتبقى ديب، يا اما احقن بكانيولا. طيب احقن فين بالظبط؟ اللي هنا الفرصه دي واسعه جدا، واسعه بمعنى انا عندي السوتشر اللي ماسك لي الفرونتال بون مع التمبل، ادي اول بوردر، الثاني اللاترال اوربيتال مارجن، الثالث الزيجوما، الرابع فين؟ الرابع مفتوح ورا خالص على السكال. يبقى كل المنطقه دي واسعه جدا. يبقى انا لو هحط قد ايه فيلر؟ ما عنديش دلوقتي الاوبشنز العيانه اللي اقول لها هحط لك في التمبلز هنا هنا ملي وهنا ملي، ما عندناش الاوبشن ده دلوقتي. فحاجه دلوقتي من اتنين، يا اما ادخل بطلع من السوتشر دوت سنتي وانزل السنتي ده، يبقى انا بقيت في الفصل، ادخل ديب واعمل اسبيريشن وبعدين ابتدي سلو انجكشن. الاوبشن الثاني ان انا اشتغل بكانيولا. الكانيولا ممكن اجيها كده وممكن اجيها كده، انهي طريقه اصح؟ الطريقه الاصح ان اجي لها برده زي ما اتفقنا مش مع البلاد فلو، برده بيربنديكولار. طب ليه؟ ده انا داخله بكانيولا. انا اسفه اني اقول ان 10% من حالات النكروزز جايه مع الكانيولا، يعني ما اقدرش احلف 100% انها سيف. فاحنا كل ما نقدر نتفادى ان انا ابقى انتراليومينال يبقى افضل. يبقى انا لو ادخل بكانيولا برضو هاجلها لاترال، وهنا الحقن هيبقى سوبرفيشال. طيب نكمل من فوق، وهيبقى عندي في نوتش ثانيه هيبقى نايم فيها سوبرا تروكيلر والسوبرا اوربيتال، وهنا المنطقه دي احنا النوجو اريا، المنطقه دي النوجو اريا. لقوا
ان 70% من حالات النكروزز جايه مع الكوريين اللي عندهم الفي النوز هنا فطسانه خالص، فهم اللي دايما يلجأوا للنون سيرجيكال راينوبلاستي. 70% من حالات النكروزز جايه من المنطقه دي، فيبقى انا دي ما جيش ناحيتها. العينه تتشال تتحط، مش هحقن دي وابتدي ادور انا هنا ايه المشكله. المشكله ان دوت انستموزز وكلها موصله على السنترال ريتينال والاوفثالميك اللي هي لا قدر الله بلايندنس اللي المفروض يتلحق في خلال 4 ساعات. طيب لما اجي احقن، اتفقنا النوز احنا اتفقنا هيبقى ميديال وديب على البون او على الكارتليج، وابقى قافله منطقه الانستموزز، عامله بريشر قافله كل الانستموزز اللي ممكن توصل لو لا قدر الله ايبلس توديها لي على السنترال ريتينال ارتري. طيب من هنا تاني الفيشيال ممكن بيدي المنتل، والمنتل هنا ممكن يعمل انستموزز مع الانفيريور ليبيال ارتريز. الانستموزز دي بتبقى سوبرفيشال، يبقى لما اجي احقن هنا احقن ايه؟ ديب على البنين. طيب انا في سلايد بيبقى مجمعه فيها الليفل اوف انجكشنز، يعني الانترادورمال، هل انا ممكن استخدم الفيلم في انترادورمال انجكشن؟ انترادورمال يعني ايه؟ يعني اعمل بليب زي ما بنعمل في الميزوثيرابي. ممكن استخدمها فين؟ في الفترم، واحده ما عندهاش فترم وعايزه ارسمه، واحده عايزه تعمل فيرميليان بوردر، واللي دي لازم نعملها في كل حالات الانجكشن اوف ليبس. بدخل انترادورمال، اعرف منين ان انا انترادورمال؟ شايفه لمعه النيدل، انا شايفاها فعلا. طيب ابر دورمز بدخل في النيل، وزي ما بدخل بربنديكولر عليها واخد ابر دورمز بوينت باي بوينت وبعمل مانيبيليشن. بعد الاورال كوميشر بعمل ليه؟ اللي بيخليني اضطر احط اورال كوميشر ان الانجل مشدوده، الانجل واقعه لتحت، عايزه ارفعها. باجي في الابر دورمز واقف، لو انا عايزه احقن الناحيه اليمين اقف على شمال العيانه، ويبقى اتجاه النيدل بتاعتي اب اند لاترال، يبقى هي الانجل كده انا عايزه اعملها كده، يبقى اتجاهها كده ايه؟ اب اند لاترال. الديب دورمز بنعملها في الليب فوليوم، الفوليوم بتاع اللبس يا اما اعملها ديب دورمز يا اما اعملها فيري سوبرفيشال، واحنا اتفقنا ان دي اكتر علشان افويد ان التروما للسوبيريور والانفيريور ليبيال ارتريز. بالنسبه للماريونات بدخل في الماريونات نفسه واحقن ريتروجريد في اللاين نفسه، وهنا ديب دورمز اتصلح خير وبركه، ما تصلحش هدخل بالكروس تكنيك او اللادر تكنيك اللي هو بدخل بربنديكولر على الخط واشيله، بعمل له سبورت، اللاين اللي انا حطيته ده برفعه من تحت واعمل له سبورت. ده بالنسبه للماريونات. السب كيول تشيكس زي ما اتفقنا ان احنا هندخل بكانيولا، والكانيولا دي نايمه على الزيجومه، مره احقن ديب اتحكي اتصلح، يبقى بعد كده بحقن خلاص كده احنا يبقى اكتفينا بالديب انجكشن، مفيش، يبقى هاخد كمان لادر تاني سوبرفيشال. والتمبلز احنا قلناها ان لو نيدل يبقى هدخل فين، وهنا ديب انجكشن او سوبرفيشال في الكانيولا. البيري اوستيا في التشيك لافتنج، وهي ديت السي كي 1 اند 2 اند 3 اللي هي الديناكود. وهنا بس يعني نحاول نفكر شويه احنا هنحط هنا في انهي وش بالظبط. هنا بنحط مع الساجنج اكتر، يعني لو انا عندي ساجنج يبقى انا محتاج عشان اصلح النيزوليبيال اقف على البوم واعمل الليفتنج ده، لكن لو واحده لسه سنها صغير وعندها نيزوليبيال يبقى كلها دايركت ابروتش، مش محتاجه الليفتنج، ولازم زي ما اتفقنا على الفيري اوستيوم. التشين قلنا زي ما احنا قلنا كده، المنتل مع السوبيريور الانفيريور اوربيتال سوري انفيريور ليبيال ارتريز عاملين انستموزز اللي هي سوبرفيشال، فانا يبقى حقني ديب. هنا هيبقى في فيديو انا يعني سرعته بسرعه بس عشان وقت المحاضره. هنا الانتري بوينت كانت سوبرفيشال،
ودخلنا بعد كده وهنا هيبقى الانجكشن ديب زي ما اتفقنا بكانيولا. هنا انا اشتغلت الليفت سايد بتاع البيشنت ديت بهاف ام ال بليتيرو انتنس هاف ام ال فوليوم بليتيرو. هتشوفوا الفرق بين الليفت والرايت يا دوبك انا اشتغلت بنص ملي من البليتيرو انتنس فوليوم وجايب نتائج في فعلا انا يعني الفوليوم بتاعهم انا بسميه سمارت فيلر منين ما يتحط بيشتغل. هنا انا واقفه عند الزيجوما برضو زي ما اتفقنا وهحقن كانيولا. دي انا اشتغلتها بطريقه الثريدز كاننا بنعمل ليفتنج بثريدز وبنرفع بيها رغم ان انا وقفت مره بالدايناكوج وقفنا هنا عملنا ميني بوليسز على الزيجوما دخلت مره ثانيه بالكانيولا. دي نقطة مهمة ان احنا نعرفها هي جاي اللاين من التريجس للإيلة ادي خط والخط التاني من اللاترال اوربيتال ريب التقائهم النقطة دي مهمة جدا تدخلني تير تراف وتدخلني تشيكس وتدخلني لاترال زيجوما وتدخلني تمبلز يبقى انا بمينيمايز الدخول بتاعي بنقطة واحدة اقدر اعمل كذا دايركشن. لو لاحظتوا انا وانا داخله بالكانيولا انا بس ممكن ارجعها سنه ممكن ارجعها في التير تراف لما جيت دخلت كانت الكانيولا باينه معنى انها باينه يعني سوبرفيشال. انا لو حقنت بالمنظر ده انا تند الايفكت على طول يبقى انا لازم بالايد الثانيه بعمل سبورت انيم الكانيولا على البوم وما احقنش الا اذا كنت هنا انا دخلتها مره تير تراف وسندت بايدي النون انجكتنج حطيتها على الكانيولا علشان تبقى على البوم ومره ثانيه اخذتها على التشيكس وعملت الاوجمنتيشن. لاترالي انا مش قلقانه من حاجه يعني هنا انا ممكن اقف على البون واعمل الميني بولسز وهنا الاسبيريشن بتاعه البايريفورم وانا شايفه ان البايريفورم دي هي اللي ممكن نخاف منها اكتر من اي حته تانية. هنا انت ابر ديرمز للنيزوليبيال هنا الفرق بين الصورتين نص ام ال انتنس نص ام ال فوليوم الدنيا يعني فرقت من اول الجو لاين والليفتنج اوف تشيكس البايريفورم النيزوليبيال والتير تراف.